كثير من المشروعات القومية الكبيرة الحقيقة والإنجاز الكبير اللي بيحصل في بلدنا، إذا كان من طرق، إذا كان عاصمة جديدة، إذا كان جبل جلالة، إذا كان حدات، إذا كان طرق، وإذا كان يعني بنى يعني مساكن في كل بكل المستويات في جميع أنحاء الجمهورية، مجهود كبير جدا، مشاريع قومية مهمة جدا، إذا كان حتى قناة السويس، يعني عدد كبير جدا من المشروعات بنبني بلدنا. مش عشان احنا بنبني بلدنا على فكرة، عشان الأجيال القادمة، وده الفكر اللي احنا عايزين نفهمه أكتر ونستوعبه أكتر. مش هخش كتير واسترسل بهذا الموضوع، لكن احنا عندنا النهاردة ضيف مصور حقيقي حط في دماغه انه هو عايز يروح يصور ويوري الناس المشروعات القومية واللي بيحصل في المشروعات القومية. عندنا ضيفي النهاردة الصحفي الأستاذ حسن يوسف، رئيس قسم التصوير بجريدة الأخبار. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حسن. حضرتك جايب لنا النهاردة عدد من الصور الخاصة بالمشروعات القومية. كان لي الشرف طبعا أن أنا يعني رحت العاصمة الإدارية الجديدة أكتر من مرة. نعم. مرة طبعا كان لي وقعة مع العاصمة الإدارية جميلة. كويس قوي، اتفضل. من سنة تقريبا رحت العاصمة الإدارية الجديدة وصورت هناك، وبعد ما صورت فوجئت بالعمل موجود في البنية التحتية. وأنا راجع في الطريق فكرت يعني إن إزاي المشروع ده هيكمل. وقعدت أفكر تفكير يعني صعوبة العمل هناك، هل يا ترى هيحصل؟ الحقيقة أن أسعدني الحظ أن أنا رحت من شهرين بالضبط، وفوجئت بإنجاز يعني ما بعد إنجاز، وعزيمة وإصرار يعني في العمال والقائمين على العمل هناك بصراحة. نعم. أنا من حوالي يمكن 6-7 أشهر تقريبا كنت مارر من جنب العاصمة الإدارية الجديدة، وشفت عدد كبير جدا من المواقع اللي بينفذ فيها مجهود كبير جدا، وحدات سكنية يا فندم أكتر من 8 طوابق، محطة كهرباء، فنادق. نعم. بعض الجهات الحكومية موجودة، أنشئت بالفعل. عماير بدأت في التشطيب يعني انتهت خالص. أستاذ حسن، ده كان يعني طلبت منك الجريدة أنك أنت تروح تصور، ولا أنت كنت نفسك أنك أنت فعلا تروح من نفسك تروح تصور؟ الصراحة أن أنا كنت مكلف بهذا العمل. تمام. ولكن أنا كنت حابب أن أنا أروح. نعم. هي جات معايا كده. نعم. وبعدين وانا بصور في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، انا يعني فوجئت بحاجات كتير قوي حواليا، عيون الناس فيها عزيمة وإصرار. نعم. القائمين على العمل. نعم. والعمال. اول مرة اتخيل اني ممكن اقف قدام عامل يقف لي عشان يتصور. لا، ما بيقف ليش. نعم. ما بيبص ليش. أنا مش فضيلة، أنا عايز أنجز اللي قدامي، أنا خلية نحل شغالة. أنا رحت أماكن كتير فيها عمالة ومشروعات صغيرة ومتوسطة، كان العامل بيقف ويشاور لي وعايز يتصور معايا. هناك مش فضيلي، هو قدامه هدف ومهمة بيحاول إنه ينجزها. دي كانت من ضمن الحاجات الجميلة اللي أنا شاهدتها بصراحة. طب حسن، أستاذ حسن بقى يعني أنت شوقتنا بصراحة. لا، إحنا لازم نشوف مع بعض. ممكن نشوف شوية صور بقى على أرجوك. ده أنا ليا الشرف طبعا. أرجوك طب. نبتدي نشوف أول صورة من العاصمة الإدارية الجديدة. دي صورة ليه؟ صورة توتال لمجموعة سكنية وحدات في منطقة الحي السكني. نعم. طبعا لو إحنا شاهدنا أعلى الصورة هنلاقي الوحدات السكنية، وتحت آلات جر. نعم. وسيارات. نعم. موجودة. حديد مواد مسلح. البناء والحديد المسلح. طبعا في عز حرارة الشمس. دي الصور دي حضرتك قلت لي من شهرين. من شهرين. دي بدأت شوارع. تمام. شوارع ما بين العماير. تتعمل وتترصف. نعم. وبدأ على اليمين وشمال حضرتك. دي عمارة متشط يعني عماير بعض الوحدات السكنية متشطبة. الصورة ما ظهرتش، مش ظاهرة عندي على المونيتور. اوكي. طيب حضرتك، في فرق كبير ما بين اليوم اللي انت رحت فيه من حوالي كذا شهر، من سنة تقريبا. ايوه، فرق كبير جدا. وما بين اللي هو من شهرين. فوجئت حضرتك باني انا داخل مدينة سكنية ليها بوابات، في اماكن مرصوفة، شوارع مرصوفة. كنت الاول بخش بدون ما فيش معالم يعني. نعم. من سنة تقريبا او اكتر
مفيش معلم. فوجئت بانجاز ما بعد انجاز. طبعا انا لما سالت القائمين على المشروع هناك عرفت ان البنيه التحتيه دي برضو ليها بتاخد وقت كبير. نعم. سطح المباني اللي انا كنت احب اشاهده فوجئت ويعني كان موجود قدامي بصوره او اخرى. يعني بصيت للصور اللي انا حتى مصورها بعد كده انا ما تخيلتش. طلعت طبعا بعض الاماكن المرتفعه زي ما حضرتك شايف في قدامنا بعض الصور اللي هي من مكان مرتفع عشان تجيب الفيو كله. صورت من سطح الارض من تحت من على سطح الارض بحيث ان انا اجيب كم الوحدات السكنيه والمرافق اللي موجوده. استاذ حسن حضرتك مصور صحفي فوتوغرافي يعني معناها انك انت بتصور جميع الأحداث. نعم. أكيد وأنت بتصور حدث زي العاصمة الإدارية الجديدة دي أو بتغطيها كشبه تسجيلي يعني غير أنك أنت بتصور مثلا مشهد أحداث عنف أو أحداث طبعًا ثورة أو أحداث أو حتى افتتاح مصنع مثلا. إيه الفرق ما بين بتصور أشخاص وبتصور منشأة؟ المنشأة تصويرها صعب جدا برغم طبعا احنا بنقول الاحداث هي اللي اصعب بس المنشاه صعب جدا. نعم. انت عايز توضح للمشاهد صوره حيه من المكان ومشاهده تمكن حضرتك من ان انت تشوف الفيو كامل وتشوف الديتيلز تفاصيل برضه في نفس الوقت. نعم. فمحتاج عنصر بشري. نعم. ففي اماكن حضرتك بتروحها ما فيهاش العنصر البشري. صحيح. فبتنتظر العنصر البشري اللي هناك العامل قدامه زي ما حضرتك قلت لك هدف هو مش باصص لك فانت بتحاول تجري عشان تجيبه في الكادر. عدد العمال اللي هناك اللي انت شفتهم او الشباب اللي بيشتغلوا هناك هل شفت عدد كبير؟ انا شفت اعداد كبيره جدا ومن جميع المحافظات. كويس قوي. هو يعني حبيت اكلم اتنين كانوا من محافظات الوجه القبلي بسم الله ما شاء الله عليهم يعني مؤهلات وجايين يبنوا نفسهم بنفسهم والاقامه بتاعتهم مستديمه ومستمره في نفس المكان. ده واضح العزيمه والاصرار ان هم يخلصوا ان شاء الله انشاء في العاصمه الاداريه الجديده ومقيمين في نفس المكان. نعم. نعم. يعني استقبلت منهم الاحساس بالعزيمه اللي عندهم دي ازاي؟ معلش يعني وضح لي اكتر الشباب هنا اللي هناك بيفكر في ايه؟ تفكير كل الشباب اللي هناك انه يبني بلده بلده المستقبل. وحتى في منهم شاب يعني ما تجاوز الأربعين قال لي انا بعمل كده عشان ولادي ولادي اللي بكره هيجوا يشتغلوا هنا ويسكنوا هنا ويعيشوا هنا. فقلت له يا مصطفى كان اسمه مصطفى قلت له يا مصطفى يعني انت بتعمل كده عشان ولادك ولا عشان الاجر اللي انت بتاخده؟ نعم. قال لي بصراحه ربنا هو الشغل هنا مميز وكويس وباخد اجر كويس وعشان ولادي كمان بعد كده يجوا يعني ويستفيدوا من المشروع القومي. وده اللي انا قلته في المقدمه ان احنا كل المشاريع القوميه دي على فكره مش بتتنشئ دلوقتي او بتتعمل عشان احنا نستفيد بيها لا احنا هنشوفها طبعا وهنعيشها لكن الاجيال القادمه احفادك او اولادك هم اللي هيعيشوا ويبقوا عايشين في مجتمع مختلف شويه عن المجتمعات اللي احنا متعودين عليها. حضرتك كنت جايب لنا كمان مشروع قومي تاني. جبل الجلاله. يعني اتشرفت ان انا كلفت من المؤسسه مؤسسه الاخبار اللي انا بعتز بيها مؤسستي. نعم. ان انا رحت جبل الجلاله. حضرتك ده في جبل الجلاله وده ولا العاصمه؟ جبل الجلاله برضه فندم. تمام. ده احد الفنادق اعلى جبل الجلاله. نعم. وده الفيو من اعلى. وده الحفر زي ما حضرتك شايف على قدم وساق. جبل الجلاله ده جبل وعليه عدد كبير من المشروعات غير الطريق. ده غير الطريق يا فندم. ده غير الطريق بقى اللي هو انا لما طلعت حضرتك جبل الجلاله فوجئت كمان بان في طرق معموله ومرصوفه ومتسخيط حضرتك مدونها ومسجلها وموثقه بالصور. نعم. 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 ده فيو من فوق. الباك جراوند زي ما حضرتك شايف البحر. جبل. ايوه. والمشروع من تحت. عدد كبير جدا من وسائل التواصل الاجتماعي او البشر في وسائل التواصل الاجتماعي يعني بيقولوا انه الطريق حاجه يعني خرافيه حاجه عالميه فوق حاجه. حضرتك انت بتمشي فوق الجبل انت حضرتك لو بصيت نظرت للجبل من اسفل لاعلى انت هتقول انا هطلع ازاي بسيارتي تطلع بسيارتك تطلع ماشي على الاقدام. نعم. فوق اكتشفت ان في أرصفة وشغل الأسفلت موجود فوق كمان شائق الجبل من النص وعامل طرق
رايحة وطالعة وطرق عكسية تنزل منها وطرق جميلة جدا. هتحت لك الفرصة انك انت تصور الطرق دي؟ انا مسجلها. طيب كويس. مسجلها يعني. طب يا ريت لو نشوف كمان طرق. طرق من فوق الجبل يعني وهي نازلة. نازل وهما بيسفلتوا العمال وانت طالع نفس الموضوع. والغريب بقى ان الجبل اساسا مشقوق بطريقة هندسية، ودي الحاجات اللي عجبتني قوي. اني ما تحسش وانت ماشي فوق في الجبل انك في جبل. كويس قوي. الا لما حضرتك تيجي على حافة بتاعت الجبل وتلقي نظرة من فيو من اعلى. لكن بصراحة يعني مشروع انا يعني بصيت له نظرة اعجاب شديدة جدا. المصور عامة بيبقى احساس، انا بنقل الصورة باحساسي. تصوير المشروعات ده نسيت اقول لحضرتك يعني من ضمن سياق الكلام اني محتاج ان المصور قبل ما يصور بالكاميرا بتاعته بيصور بعينه المجردة. صحيح صحيح. واي مصور في العالم بيبقى عينه بتشوف حاجه او بتحس بحاجه غير اللي لما بترفع الكاميرا حضرتك وبتصور بتشوف بعينك المجرد الفيو بتاعه. هنعمل كلوس فين، هنعمل وايت فين، تمام، هنصور نورمال امتى، ازاي نفتح الكادر في اوقات معينه. عظيم. لازم تشوف بعينك في مشروع. طبعا ده بيختلف تماما عن التصوير الخبري والاحداث. الاحداث انت ما بتلحقش تشوف لان بتصور حدث سريع. نعم. لكن في المشروعات انت الاول بتلقي نظره بعينك المجرده ثم تبدا تتعامل بالكاميرا. استاذ حسن، التوثيق المشاريع دي، توثيقها اذا كان بالافلام الدوكيومنتري او الافلام التسجيليه او الصور الفوتوغرافيه، ايه اهميته؟ لا ده توثيق طبعا احنا تاريخيا. تاريخيا طبعا احنا عندنا قسم ارشيف الصور وتدوينها وتوثيقها والتواريخ بتاعتها. لابد انك انت بترجع لها في يوم ده حدث وبتوثق. وبعدين مشاريع قوميه العظيمه زي كده حضرتك لازم تتوثق. نعم. ده في موضوعات اقل منها بكثير وبرضه بنوثق. فتدوينها مهم جدا. فيما بعد حضرتك احنا بنجيب سلسلة ما قبل المشروع وما بعد المشروع وبنقدر نقارن ما بين الاثنين. بيفور اند افتر. قبل وبعد. بتبقى برضو ميزة حتى للمشاهد. نعم. مش انا مستني بصراحة الصورة اللي حضرتك بتقولي عليها ان الطريق باين. الطريق باين. هم حضرتك شاقين الجبل وماشيين بالاسفلت. اصل انا شفت صور كتيرة قوي لمعدات وعربيات في ونقل في يعني. لا في شاقي الجبل من فوق. انا طلعت طبعا تجولت جوه الجبل برجلي الاول عشان اشوف. طبعا المساحة يعني طبعا مجهود غير طبيعي، مجهود عضلي وجسماني انك انت تروح تصور في اماكن زي كده. احنا قابلنا القائمين على المشروع يعني كان الله في عونهم. انا بوجه لهم الشكر من خلال حضرتك يعني بامانة. مقيمين هناك. نعم. يعني انا رحت يوم كامل تعبت. يعني ما بال حضرتك المقيمين هناك وبيفكروا ويصوروا. يعني نعم معك. موضوع التصوير هناك كمان في المشاريع دي مرهق للغايه. طبعا طبعا في عز الحر وعز الرطوبه وعز الشمس. يعني ما بال حضرتك العامل اللي شغال في جو اي نعم بيتعمل ليهم بريك وبيتعمل لهم استراحه وفي عنايه بالعمال. نعم. ولكن انا تعبت يعني طلوع الجبل ونزوله حتى لو بسياره عشان تاخد فيو من فوق او لقطه من تحت او تجيب منتجع الجلاله ده. يعني المشاريع بصراحه ربنا انا كنت مبسوط جدا قوي بمشروع. هل دي الصوره اللي انت قصدك عليها؟ حضرتك ديت صوره من ضمن الصور الطرق اللي بتتمهد في جبل الجلاله فوق. علشان بعد كده يتعمل لها. حضرتك بتقولي ان انت الصوره دي انت فوق الجبل. انا فوق الجبل كده يعني احنا على مستوى عالي جدا من جدا سطح جدا يا فندم سطح الميه. لو حضرتك نظرت في الباك جراوند بتاع الصوره هتلاقي في جبل اخر. احنا كده في جبل قبليه وجبل بعديه واحنا كده في فيو فوق. تمام تمام تمام. مفيش صوره تبين قد ايه احنا بعاد عن البحر. في تصوير الفندق من اعلى اللي حضرتك شفتها وباك جراوند بتاعها البحر. تمام تمام. يا رب بالتوفيق دايما. يا رب دايما. ويا رب التوفيق. عايز تقول للقائمين على المشروعات القوميه الكبيره دي وخصوصا انك انت لسه راجع بقالك شهرين هناك واكيد في خلال الشهرين دول في انجاز اكتر واكتر حصل يعني. طبعا 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 في زمايل ليا راحوا بعديها وفي انجاز حصل اكتر واكتر من لحظه لان هي خليه يا فندم. هي عباره عن خليه نحل شغال. انا اول مره اكتشف ان ممكن عامل يعدي قدامك ما يقولكش انت مين او رايح فين. طبعا احنا بنخش الاماكن دي بتصريحات طبعا وما
ينفعش حد يصور هناك الا بتصريح. بس انا فوجئت ان القائمين على العمل هم اللي بيتكلموا مع حضرتك، ولكن العمال انا بالنسبه لهم مش في الدماغ، يعني انا مش معاهم خالص. يعني انا وبعدين انا زعلت اول مره، نعم، قلت يعني مفيش ترحاب، هم قدامهم، هم قدامهم هدف شغالين فيه بيحاولوا ينجزوا فيه، ما يهمش التصوير، ما يهمش مين جاي يزورهم الا في وقت البريك اللي بنقدر نتكلم معاه. نعم نعم. القائمين على العمل انا بوجه لهم الشكر طبعا، القائمين على العمل هناك، انا يعني قابلت القائمين على العمل هناك، تحدثت معاهم، وبصراحه يعني بصراحه هم بيتنقلوا، هم مش في مكان واحد. هم يعني حضرتك في حوالي مساحه 70 كيلو متر حوالين الجبل. نعم. تخيل حضرتك ان الجبل ده ممكن تخشه على بعد 70 كيلو متر وترجع له تاني على عشان تخش من منطقه تانية على 70 كيلو متر، مسافه كبيره طبعا. نعم نعم. انا بشكر استاذ حسن يوسف رئيس قسم التصوير بجريده الاخبار، شكرا جزيلا لحضرتك. متشكر لحضرتك ومزيدا من التوفيق والمشروعات الجميله، ونتمنى يا رب المستقبل باهر لمصر. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. فاصل وراجعين حالا.